اشتغل كده كابتن ابو الدقه. لا معلش هل احنا ممكن كنا الفرق بنشتغل الكبيره تشتغل بشكل عشوائي من اللاعبين او فردي من اللعيبه؟ لا انت بيلعبوا في اهلي والزمالك ازاي لو هم لان هم اصلا انا قصدي يعني المدير الفني بيبقى ليه لا بص هو بص خلي بالك هو كلامه محترم وانت اول مره تلاقي مدير فني بيطلع يعترف بيقول لك ان في اخطاء وهشتغل عليها الفتره الجايه عشان المستوى يبقى عالي والمستوى يبقى كويس. هو بيقول لك ان احنا عندنا اخطاء. هو الراجل يحاول يشتغل عليها. هو شافها اللعيب النهارده ممكن ما يبقاش في حالته. دي مش شغله مدير فني. النهارده انا بنزل اللعيب في الملعب لكن انا ما اعرفش حالته هيبقى كويس. واجبات ومهام معينه في الملعب. ممكن ما هو كلامه كده ان بعض اللاعبين هو من كلامه كده ان بعض اللاعبين ما التزمتش او ما نفذتش تعليماته. فالراجل قال لك ان عندي بعض الاخطاء وممكن ان انت الفتره الجايه في لعيبه كان بتلعب النهارده ممكن ما تلاقيهاش في الماتشات اللي جايه. حتى لو بدليل النهارده قال لك في اخطاء في الحته او ضاعت فرص كتير جدا في الناحيه الهجوميه. فين الفرص اللي ضاعت يا كابتن؟ محسن الشحات مضيع والراجل وشادي حسين مضيع. هو الراجل بيقول لك الراجل صريح يعني الراجل ما طلعش قال في تحكيم. هو النادي الاهلي هيقعد او نادي الزمالك على فرصتين؟ طب احنا متعودين ان النادي الاهلي ونادي الزمالك ال 90 دقيقه والوقت بدل الضايع في ال 18. ممكن الهدف البدري كابتن خلى الامور يبقى فيها شويه هدوء شويه.